بص 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 الفريش الايرنج بتاعي برضه عباره عن حاجه. الفريش الايرنج عباره عن حاجه الجي بي ده يا شباب ممكن اعبر عنه بدي اكس، اجيب دي اكس الاول او اجيب دي واي الاول او اجيب دي زد الاول. يعني معناه الاول ده معناه ان انا بقسم الحجم ده لاربع شرايح، يا اما شريحه نعم توازي محور زد، يا اما شريحه توازي محور واي، يا اما شريحه توازي محور اكس. زي ما قلت هنا تقييم التكامل الثنائي بكامل على منطقه بكامل ده لفت اكس وواي، وده الديفرنشال اند بتاعي عباره عن كده. نعمل شريحه يا اما ايه يا شباب؟ يا اما افقيه يا اما راسيه. شريحه افقيه معناها ان هي توازي محور ايه؟ شريحه راسيه اسفل يعني توازي محور ايه؟ توازي محور واي. قلنا عرضها ثابت، عرضها ثابت اللي هو دلتا اكس، اما طولها طولها بيختلف تبع ايه؟ تبع مكانها لانها بتتحرك بين كيلوين. الكيلو الاول اللي هو مثلا جي 1 اكس، الكيلو الثاني جي 2 اكس، صح كده؟ فالشريحه دي كانت توازي محور واي، فكانت دلتا ايه هتكتبه ازاي؟ دي واي دي اكس، يعني اكمل الاول بالنسبه لواي وبعد كده كامل بالنسبه لاكس. وكانت حدود الواي دايما كيلوين وحدود الاكس دايما خطين، صح كده؟ حدود الواي كيلوين ما بين ايه وايه؟ ما بين جي 1 اوف اكس جي 2 اوف اكس. وحدود الاكس بتجيبها ازاي؟ حدود الاكس وبتعمل اسقاط للمنطقه على محور اكس. اصل المنطقه اللي انا كاتب عليها اللي هي دي هي دي هي دي دي اسقطها على محور اكس واشوف الحدود الاكس كام؟ ال بي كام من هنا؟ من هنا ايه؟ ال بي. ويبقى ترتيب التكامل عباره عن ايه بقى؟ تكامل من ايه لبي، تكامل من جي 1 اوف اكس جي 2 اوف اكس، وكامل ده اللي هي اف اكس وواي. ترتيب التكامل كامل الاول بالنسبه للواي وبعد كده كامل بالنسبه للاكس. او كان ممكن نعمل شريحه ايه يا شباب؟ شريحه افقيه بالشكل ده. شريحه افقيه يعني معناها عرضها كله قد بعضه، اما طولها بيختلف لانها بتتحرك من ايه؟ من كيلوين. فالشريحه الافقيه يعني توازي محور اكس، يبقى انا كامل بالنسبه للاكس الاول بالنسبه للواي، وبعدين نطلع كامل بالنسبه لايه؟ بالنسبه للواي. ماشي كده؟ طب الشريحه هنا عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيل، صح كده؟ تمام. طيب المنطقه دي حدودها ايه بقى؟ يبقى الاكس بيتحرك بين كيرفين، الواي بيتحرك بين كيرفين بين ثابتين. الاكس ثابتين والاكس ده اتش 1 اوف واي وده اتش 2 اوف واي. الاكس ما بين اتش 1 اوف واي وهنا اتش 2 اوف واي. طب حدود الواي ليها ازاي؟ بنسقط ايه يا شباب؟ بنسقط المنطقه دي على محور واي، بنسقطها على محور واي دي خطين اللي هو ايه؟ سي و سي. وكان التكامل ده اقدر اكتبه ازاي؟ اقدر اكتبه عباره عن تكامل سي دي من اتش 1 dx واي dx دي واي. هنا نفس الكلام بس بدل ما اكمل على ايه؟ على مساحه اكمل على حجم، اكمل على حجم، الحجم ده كمان سوري. طب الديفرنشال ايرنج قلنا هعمل ايه يا شباب؟ يا اما اجيب الديزل الاول يبقى يفضل ايه؟ دي اكس دي واي او دي واي دي اكس اسميها دي ايه؟ انت براحتك بقى. ماشي كده؟ يا اما اجيب ايه بقى؟ واحنا هنكمل على ثلاث شرايح؟ دي واي الاول بالظبط. دي ايه؟ دي اللي هي ايه؟ دي اكس دي زد. يا اما اجيب الدي اكس الاول ودي ايه هنا تعتبر ايه؟ دي زد دي واي بالظبط كده. طب لما اجيب الجزء الاول يبقى انا قسمت الحجم ده اللي هو الشرايح ايه يا شباب؟ الشرايح اللي توازي من كونسيبت. طب الشرايح دي عباره عن ايه بقى؟ لو مثلا الحجم ايه ياخد مثلا الشكل ده. ده الحجم اللي اسمه ايه؟ محصور بين سطحين. اكس و الزد محصور بين سطحين، السطحين دول دالة في ايه بقى؟ دالة في الباقي اللي هو ايه بقى؟ اكس وواي. الاكس والواي، يبقى ده السطح الأول ده زد واحد عبارة عن أو ده زد عبارة عن مثلا نقول لو جاي في الكابتن نقول مثلا اف واحد اكس وواي، وده السطح تاني عبارة عن زد اتنين عبارة عن دالة برضه اكس وواي. أنا هعمل إيه بقى؟ هرسم
كل الجوازات هقسم بقى ده ايه؟ هقسمه مجموعه تنزيل المستقرات بالشكل ده، كلهم لهم نفس القاعده صح؟ اعمل ارتفاعهم، ارتفاعهم هو اللي هيختلف، يعني لو حطاه هنا ده ارتفاعه، لو حطيته هنا ارتفاعه هيتغير، لو حطيته هنا ارتفاعه هيتغير، لانه ماشي من ايه؟ بين سطحين، لانه ماشي بين سطحين، السطحين دول شكلهم بيتغير. يبقى هنا احط ايه؟ دي زد، واكمل اول حاجه بالنسبه للزد. يبقى انا بالنسبه للزد يبقى كاني عملت ايه يا شباب؟ كاني عملت شريحه ايه؟ شريحه راسيه، كويس ان احنا نزيد الشريحه دي، ده شكلها، ده شكلها، لها نفس كلهم لهم نفس القاعده، اعمل ارتفاعها، ارتفاعها نزل، هو اللي بيختلف على حسب مكان الشريحه. ماشي كده؟ وبعد كده اعمل ايه بقى؟ قسمت مجموعه من الشرايين، ده اسمه دي في، ده اسمه دي في، اللي هو عباره عن دي اكس دي واي دي زد. وبعد كده بيرفع بقى التكامل على الشرايط دي يديله قوه التكامل. يبقى اي اقدر اقول ازاي؟ لو ده اسمه اي اقدر اقول ازاي يا شباب؟ اي اقدر اقول ازاي؟ عباره عن التكامل، الداله اللي انا بكملها ايه؟ بتصور بزد. اكتب بقى دي زد الاول وبعد كده دي كيو. طب كل الزد هنا من زد بكام؟ الزد بقى اقدر اقولها ازاي؟ الشريحه بتاعتي ها الشريحه داخله عند السطح دون معادله، خارجه منه عند السطح دون معادله ثانيه، صح؟ المعادله اللي هي كام؟ اللي هي اف 1 بالظبط، اف 1 اوف اكس وواي، المعادله الثانيه اف 2 اوف اكس وواي. طب تخيل بقى ان انت لو نفذت التكامل ده هيتحول لايه بقى؟ هيديك بقى داله، لكن التكامل ده داله في الاكس والواي، يبقى هنا بالكامل دبل انتجريشن بداله في الاكس والواي بالنسبه للايه؟ يعني تحول لايه؟ لدبل انتجريشن، تحول لدبل انتجريشن. طيب انا عايز اعرف بقى ايه؟ الدي في المنطقه اعرفها منين؟ فاكرين لما كنت بكامل بالنسبه للواي كنت هجيب حدود الاكس ازاي؟ باسقاط المنطقه على محور اكس، هنا نفس الكلام، انت كملت دلوقتي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لزد، يبقى هسقط ايه بقى؟ هسقط الحجم ده بس فين بقى؟ فين؟ اكس واي بلين، يبقى انا كملت بالنسبه للزد، يبقى انا هسقط الحجم في الاكس واي بلين بالظبط كده، وليكن اسقاطه في الاكس واي بلين. لا يعني مش شرط، يعني انا عامله بس حاجه عشان بس توضيحيه، يعني وليكن هي المنطقه دي. يبقى دي ده تكامل، هيبقى تكامل ثنائي بقى، ودي هجيبه منين؟ من اسقاط، اسقاط ايه يا شباب؟ الحجم اللي اسمه ده اهو اللي انا بكمل عليه في اكس واي بلين، الاكس واي بلين بالظبط. مفهوم؟ مفهوم بعمل ازاي التكامل؟ يبقى اول حاجه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها المنطقه اي بتاخد الشكل ده، بتاخد الشكل ده اسمها الزد سنتر ريجن. ان انا قدرت اقسمها لمجموعه من الالمنتس كلها ايه؟ كلها كويس كويس كلها كويس كويس. طب هنا بقى ايه اللي هيختلف؟ ها؟ هيبقى ده فين بقى؟ ده حوالين ايه؟ هو ده هيبقى حوالين الواو. واقسمه شرايط ازاي؟ شرايط اللي هي راسيه، شرايط افقيه، افقيه الشرايح الأفقية عملها شريحة أفقية، يبقى داخلة عن دول معينة وخارجة عن دول مختلفة، سطح وسطح، السطح ده دالة في إيه؟ أواي دالة في إكس والز، بالظبط كده. يبقى ده هنا بس، مش مستعد كده بقى. طيب أوكي، طب نقول بس كلام واللي مش فاهم هيبقى ده ايه؟ هكمل بالنسبه للواي، يعني كاني بعمل شريحه ها توازي من هو الواي، هتبقى داخله عند واي معينه وخارجه عند واي معينه، معادله سطح ومعادله سطح. بعد كده هيتحول التكامل، التكامل ثنائي. المنطقه دي موجوده فين بقى؟ تروح عند الواي. نسقطها في الاكس زد. موجوده في الاكس زد. ماشي كده؟ طب هنا؟ هنا هيبقى الشكل ده هنا كده. طب هنا كده. كويس انت. اه بس احنا هنعمل متوازي المستشارات. ها؟ متوازي محور اكس. متوازي محور اكس. لا اكس معناها اكس معناها. ويبقى ايه؟ بدون اكس ايه؟ اعمل بقى ايه؟ اعمل شريحه.
طيب كويس. اه ده احنا نوعين مختلفه عن صف معين. صف الاولاني الاكس ده اللي هو الزد، الصف الثاني برضه الاكس ده اللي هو الزد. حاول تكرر السداسي للثنائي المنطقه اللي موجوده فين بقى؟ رمز هنا اه ده الواي زد فين؟ ماشي كده يا شباب؟ تمام؟ ناخد كده مساله. طب انا في المسائل دي اعمل ايه؟ اول حاجه اوصف المنطقه اللي انا بكمل عليها، وبعد كده اشوف هل ينفع دي ولا دي، وبعد كده اول ما احدد المنطقه اكتب شكل التكامل واشوف شكل الاسقاط واعمل التكامل من جوه لبره. نشوف كده مثال. عايز يقول لي ايفالويت ذا فيجر اللي هو اي يساوي كامل الثلاثي زد دي بي كامل على السوليد اسمه بي ايه محصور نعمل الداله دي. الداله دي اللي هي في كابيتال اوف اكس واي وزد عباره عن الزد. الداله دي اعرف اكملها بالنسبه لاكس، يعني لو جبت دي اكس الاول اعرف اكملها اه اعرف اكملها زد صح، اعرف اكملها بالنسبه لواي اعرف اكملها لو جبت دي زد الاول اعرف اكملها بالنسبه للزد اه تمام. يبقى بالنسبه للداله اللي انا هكملها ما فيهاش اي مشكله ان انا اجيب دي اكس الاول او اجيب دي واي الاول او اجيب دي زد الاول. طب نشوف بقى اصلا الاي شكله ايه؟ بيقول لي اللي هو تترا هيدرا باوند باي ذا فور بلينز اكس بتساوي صفر واي بتساوي صفر وزد بتساوي صفر. عارفين البلينز دي هي البلينز الاساسيه زد بتساوي صفر اللي هو الارض اللي هو الاكس الاكس واي بلين صح كده؟ الواي بتساوي صفر اه اللي هو الاكس زد بلين. لو ده اكس ده زد يبقى الحيطه دي اكس بتساوي صفر يبقى ايه؟ زد بلين. ماشي كده بالظبط كده. يبقى ده المحاور اللي هي البلينز الاساسيه مع البلين ده. البلين ده مايل في وضع في وضع مايل، عارفين شكله ايه؟ اللي هو بالشكل ده. لو عايز تعرف شكله بجيب التريسز بتاعه مع المحاور الاساسيه. لو حطيته بمسمار يجيب زد واحد اه بالظبط واحد واحد وصل بينهم ده واحد 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 اللي هو يعني عامل زي مثلا وقفناه هنا اه وقفناه هنا يمين كده فقطع هنا في واحد وقطع محور اكس في واحد وقطع هنا برضه في واحد. هو بقى السوليد اللي تحت الجليد ده يعني الزاويه دي كانها مدينه خرسانه بقى سوليد ريجن يعني فيرد ملان مش فاضي يعني ماشي كده. ده بيسميه اللي هو اللي بتطلع هيدرو اللي هو الشكل الرباعي. عارفين زي الهرم الرباعي كده هو ده هو شكل ده شكله ماشي كده. لو محور اكس ده واي مثلا. طب ايه رايك بقى؟ عايز اعرف اتعمل كاسيت سنجل ريجون ولا واي سنجل ريجون ولا اكس سنجل ريجون؟ يعني اقدر اقسم الحجم ده لمجموعه من توازن مستطيلات توازن محور زد يعني راسيه او توازن محور واي على الافقيه ولا توازن محور اكس؟ محور اكس ينفع ما ينفعش الاول؟ محور اكس يعني ما بين الارض والايه مالتها توازن المستطيلات لا توازن يكون زد صح؟ توازن المحور اكس وين وسقفها زد البين الميت صح كده؟ ده تنفع صح؟ ما ينفعش ده تنفع بالظبط. او ممكن ما بين ما بين الحيطه دي والبلين برضه صح؟ اه وما بين الحيطه دي والبلين برضه ايه ده ما ينفعش
عايزه احط الز، عايزه احط الواي، عايزه احط الاكس. عايز الزد بعمل ايه؟ بعمل شريحه ايه؟ ها؟ راسين. الشريحه دي ها داخله الحجم من الماينس وخارجه وخارجه من الجرين الجرين الماين، صح كده؟ طيب داخله هنا، داخله من الارض هنا، الزد بتاعتها بكام؟ صفر. الزد بتاعتها صفر. طب خارجه منين بقى؟ ها؟ الجرين الماين، صح كده؟ الزد بتاعته بكام؟ واحد. واحد ناقص اكس واحد. هل الاكس واحد بنجيبها منين؟ من الاسكوار. بالظبط الاسكوار المنطقه دي الاكس واحد. هنعمل ازاي؟ ممكن تحل الاثنين دول مع بعض. على نوع مع بعض تديك المثلث ايه؟ او الخط اللي هو ايه؟ اكس زائد واحد بتساوي واحد. او تساوي المنطقه دي ايش بقى؟ بس قطع يبقى خالص واحد. واحد ده اللي هو واحد. ده واحد وده واحد. وعدو بإكس زي واي سوا. هي دي المنطقة اسمها ايه؟ اسمها دي. دي بقى عامل ايه؟ عايز احط حدود ده وده على حسب ايه؟ الإكس دي أول ولا الواي دي أول على حسب الشريحة. طب وإيه بقى؟ طيب عايز بقى التكامل، التكامل عبارة عن ايه؟ الار عبارة عن التكامل ها الزد تشريك بايه بقى؟ الزد ها دي وال دي اكس. هنا هنقول الاكس اكس واحد وبعدين الواي صفر الواي واحد ناقص اكس وبعدين الزد واحد ناقص اكس ناقص واحد. التكامل ده التكامل عباره عن جذر
اكس تربيع زائد 6 تربيع التكامل على الحجم السوليد ده الحجم المحصور بين الخرامويد اللي هو معطيك واي تساوي اكس تربيع زائد 6 تربيع واي تساوي 4. واي تساوي 4 ده طبعا مش خط لو احنا في دايمنشن يبقى خط لكن في دايمنشن يبقى بلين. بلين ده شكله ايه؟ مش اكس وز يبقى يوازي اكس بيطلع محور واي عند النقطة 0 و 4 مالت بقى البارابولات يعني ايه؟ زي البارابولا كده البارابولا بيبقى واحد متربع واحد لأ محوره محور واي الفيرتكس بتاعته مفيش شيفت في اي حاجة فيهم يبقى راسه عند الصفر والصفر والصفر ده موجب وده موجب يبقى فتحته حوالين محور واي موجب طبعاً من الرسومات يعني هنجيبها مرسومة أصلاً ده شكل الشباب طبعاً مفهول قوة مفهول لحد إيه؟ لحد النهاية عشان كده عملية إيه؟ أقفل الحجم اللي أنا بكامل عليه سيكون باوند إن شاء الله باوند كده مش مفتوح عشان كده أقفله بإيه؟ أقفله بالبلين ده اللي هو من البلين ده بلين ده شغل البلين ده لما يطلع الرجلين بيطفوا بقى بيطفوا بقى كان ده مفتوح وبيت سبب أربعة عند أربعة وي بيصار بقى وي بيصار بقى في نايل يطلع شبان ايه دي ايش ها هي دي ده بيصار بقى هيا دي زي كوبايه نسكافيه كده وبعدين اقوم جاي اقفلها اقفلها بتاعي ده كاس كاس ممكن مش من احنا كده ده كام بقى؟ اربعه كام؟ اربعه اول حاجه بنحس الحجم المصمم ده ممكن اقسمه بوزن في الطلاق كلها بتوازي محور واي صح؟ يبقى اهم دي بي ده دي واي وبعد كده دي بي صح؟ او ممكن ها شرايط راسيه هو اصلا قبه كده القبه تحت فوق وقبه تحت والشرايط تمشي كده صح كده؟ طب دي بنجيها منها ازاي؟ الفرق بين دي ودي اللي لازم تجاوز السالب كان في المعدل ماشي بين سطحين، السطح الاول اللي هو زد يساوي الجذر الموجب لواي ناقص اكس تربيع والتاني السالب الجذري ده. او ممكن بحسب ان هي ايه؟ زي الكوبايه كده، ممكن بقى ايه اعمل شرايح كده؟ يعني جوز محور ايه؟ محور اكس. جوز محور برضه جوز محور اكس. ويعمل حركه بين الاكس اللي جوا والاكس السالب. اللي ورا والقدام. الاكس اللي جوا هجيبها من هنا برضه. اللي هي جذر الواي مع زد تربيع يبقى ممكن اقسمها يا اما زد سن سن زد سن الواي او سن الاكس اي واحد اي واحد فيهم تنفع بس هي المشكله هنا بقى ده اللي انا اقسمها تعرف تقول لنا بالنسبه لاكس تعرف تقول لنا بالنسبه لزد ما تعرفش تقول لنا بالنسبه للواي يبقى هشتغل معاها انها ها واي بس هي تنفع الثلاثه بس ايه اللي يمنعني تكمل ان انا مش عارفه كامل اصلا مش كده؟ طيب يبقى دي بشتغل عليها ان هي واي سنتر ريجن يبقى دي ها هي كل النقط اللي هي اكس وكي عشان اكس وواي وزد الواي بقى مصوره بين سطحين وبعدين عندك بقى الاكس وكي وزد الواي مصوره بين ايه؟ انت عارف اه الشرايح يعني هعمل الشريحه بتاعتي داخله فين عند البرولين وخدها فين عند ايه لا مش دايما اربعه 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 صح كده يبقى داخله عند البرولين انا معطيك ايه واي بكام 6 تربيع زائد 6 تربيع وفرجع عند اربعه اللي هي واي بكام واي واي واي
طيب الاكس ده تجيبه ازاي؟ اسقاط. لما تمسك ده تسقطه هنا. اه كانت بتقطع الاثنين مع بعض. دي مركزها هنا. هتعملها اسقاط هتلاقيها بس فين؟ مركزها عند الوش. بس نحاول نبقى ايه بقى؟ ها؟ لان هو اكس واي يبقى؟ اكس وزد. الدايرة عبارة عن ايه؟ دايرة مركزها الاورجن ومحورها كام؟ اربعة. نص كتر كام؟ اثنين. دي مساله دي سوف يعني سوف يعني دي 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 سوف يعني تربيع زائد زد التربيع و الكتاب 128 على 15
المايك مفتوح. ما تحس اني فتح توقف معاه. هو دي ده من ايه؟ مصروف؟ السبب طبعا لو انت بتسقي مع عقارب الساعة، عارفين السبب
هو السن الشباب اللي هو ارتفاع النقطة عن الاكس واي دي Gracias.
I
بتاعه فهنا و كون اللي هي التربيع تساوي اكس تربيع زي الوقت ده و كون بس كان في ايه مستحتل لكن لما يقول لي الجاز يبقى الجاز المدرج نص نص لو الجاز الثاني نص نص بتاعه اللي هو عاوز هنا نص فوق فعلا بس يكون ده بقى لو طبعا نحط لحد ايه بقى نهاية عشان كده عمل ايه قال لك لا الصفر بقى الصفر الواحد صفر 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 يعني فوق لا صفر يعني فوق الاكس واي بلين Okay.
عن الصلب ماشي شباب. طيب يبقى عباره عن ايه بقى التكامل؟ اول حاجه الداله واحد دي بي زد وبعدين دي واي دي اكس وبعدين دي اكس. زد طالع من كام لكام؟ كادر اكس تربيع ده دوت تربيع واحد ده دوت تربيع واحد واحد واي سالب جذر واحد ناقص اكس تربيع جذر واحد ناقص اكس تربيع اكس سالب واحد. بس طبعا انا اقدر اكمل واحد بزد لما اجي بقى اعوض واحد ناقص الجذر. لما اجي بقى اكمل الواحد ناقص الجذر بالنسبه للواي مش هعرف كنت الحاجة ده مش هقدر احطه فين؟ في الكارتيزيوم. في الكارتيزيوم امال في السنتريك ده ممكن يتصفني؟ هنشوف ممكن يساعدني ان انا احسب الحل؟ هنشوف. انا شغاله في الكارتيزيوم السنتريك الاسفل عايز اوصل فيه وكل نوع هتشيل ار سيتا وزد احس طيب انا بعملها برضه ايه ناحيه سيتا صح يا شباب؟ طيب كم كام الزد؟ عايز اعرف الزد من كام لكام؟ عايز اعرف الار من كام لكام؟ عايز اعرف السيتا من كام لكام؟ ها؟ برضه نفس الزد دي داخله عند الكون وخارجه عند الواحد بس هنا مفيش ايه اكس واي في ار وسي ده كان بقى اكتر بين بس ار يعني ايه دي ار وده فعلا معادله الكون. معادله الكون ده زد يساوي ار اللي هو يعني اي نقطه على الكون هتلاقي وضعها عند نقطه زد يساوي وضعها عند اكس واي في اي نقطه على الكون ده فعلا ده بيساوي وضعها. طيب وخد منين؟ من زد واحد لا مفيش تغيير. بواحد؟ بواحد المنطقة دي هنا هديك دايرة الأرض بتاعتها بجيبها ازاي الأرض؟ مش شريكة بقى رأسية لا بعد ايه؟ شمعان كده يبقى الأرض كام؟ صفر. حد واحد. سيدة. بس. طب شكل التكامل بقى بيساوي التكامل يعني حاجة دي بيساوي التكامل عن ايه الواحد دي بي بيساوي التكامل واحد دي بي عشان ممكن ايه بقى ار دي زد دي ار دي سيتا دي زد دي ار دي سيتا ار واحد واحد صفر واحد صفر اتنين باور صفر واحد اعمل تكامل ازاي؟ واحد في الارض واحد في الارض بالنسبه لزد واحد في زد في زد واعوض زد بواحد ناقص ار يبقى ار وواحد ناقص دي ار مع صار تربيع اعملها هيديني ار تربيع ار تربيع الاثنين ار تربيع ار تربيع ار تربيع وعوض واحد وكم الكلام ده؟ واحد اضرب اثنين باي لان اصلا مش عايز تاني طيب دي ايه؟ نص مقصود طب يديك سدس اثنين باي من سدس اثنين كان شباب باعت ده حجم الكون وفعلا حجم الكون كده اللي هو كده اللي هو حجم الكون عباره عن تلت باي ار تربيع في اتش ار اللي هو ايه؟ اللي هو نص الكون ده اتش اللي هو ايه؟ فهنا بالنسبه للمساله دي يبقى تلت باي واحد تربيع في واحد تعرف تثبتها؟ تثبتها؟ تعرف تثبتها؟ لا ممكن تثبتها نعمل ولا يتغير ده الكون ولا يتغير الواحد ده يبقى ايه؟
اتش اللي هو الارتفاع صح؟ ايوه اتش تمام ايه